كان لنا لقاء اليوم مع دولة الرئيس، وجيت بمعية مدير عام النفط وأيضا مدير عام مؤسسة الكهرباء لحتى نكمل التداول بموضوع اللي هو الأساس بموضوع الكهرباء، اللي هو الحصول على الفيول اللي لازم لزيادة ساعات التغذية نقدر نعطي العالم كهرباء أرخص من المولدات الخاصة. مثل ما بتعرفوا التعريف اللي كنا حاطينه بضمن خطة الطوارئ هي لحتى نعطي كهرباء تقريبا قد نص كلفة الموتورات لنوفر على العالم بكلفة الكهرباء. هلأ لحتى نوصل على موضوع الفيول، الطريق الجديد اللي حكينا فيه اليوم مع دولة الرئيس هو عبر إجراء مناقصة عمومية بتقوم فيها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، يعني تضل تحت قانون الشراء العام الجديد، لحتى ناخد ما يعادل 6 شهور من الفيول على 6 شهور اللي جايين على أن يتم التداول بإمكانية تمويله مع الجهات المعنية، مثلا مع المصرف المركزي رح نبحث الموضوع التمويل، ويكون الدفع للفيول مؤخر على فترة أو 5 أو 6 شهور تسمح من خلالها أنه نجمع الأموال باللبناني من جيبية بالكهرباء ونصرفها على الدولار مع مصرف لبنان على أساس صيرفة، ونصير نقدر نسدد الأموال مقابل كلفة هذا الفيول. هيدا اللي بحثناه اليوم، بدنا نوضعه حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وجاري العمل على إعداد دفتر الشروط للمناقصة. هيدا يمكن أهم موضوع، بالإضافة لها موضوع تاني كتير مهم أحكينا فيه ورح نرجع نتداول فيه خلال اجتماع بعد الظهر الساعة 4، هو موضوع إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة ملف الشائك اللي هو ملف الكوليرا عبر تخصيص كل يعني الإمكانيات اللي عندنا نحن المحدودة بالكهرباء لأصول جر المياه الأساسية، ضخ المياه أو معالجة المياه اللي هي ضرورية بإطار المحافظة على نوعية المياه لنمنع قد ما بنقدر تفشي الجرثومي. فهيدا اللي عم نفكر فيه هو قرار، مع العلم انه يعني الوزارة شددت على أهمية هالموضوع، بس قرار ايضا يضاف لجهد الوزارة اللي هو اعطاء الأولوية من قبل مجلس وزراء ولو كان قرار استثنائي لموضوع التغذية الكهربائية بأولوية للأصول الأساسية في المياه مثل ما قلنا. ويمكن كمان طبعا مرافق الأساسية مثل البور والمطار، ورح نبحث فيها بعد الظهر بعد اليوم. وهذه كانت الملفات الأساسية اللي بحثناها اليوم. بالمبدأ حسب اللي عم بسمعوا من دولة الرئيس انه الموضوع مسهل، بدنا نشوف تفاصيله خلال هالأيام المقبلة. اوكي، هلا المناقصه بده يتراوح قيمتها على حسب سعر الفيول بين ال100 وال150 مليون دولار شهريا على حسب سعر الفيول، لحتى نامن زياده تغذيه بالاضافه للفيول العراقي تعطينا حوالي 8 ل 10 ساعات تغذيه. هي الهدف منها. لا، ما نحن عم نشتغل لحتى نزلل كل العقبات. لا، القرار التعريفي بده يسري، بدنا نجرب ان يكون بنفس الوقت مع زيادة التغذية. هل لجوء المناقصة ما قطعتوا الأمل من استجراء الكهرباء من مصر؟ لا، ما قطعنا الأمل من هيدا الموضوع، لأنه بعده هيدا الموضوع استراتيجي للبنان، لأنه العقود اللي توصلناها خاصة مع مصر بس أيضا مع الأردن وعقود العبور مع سوريا هي عقود استراتيجية، لأنه عنا بنى تحتية موجودة، إن كان البنى التحتية تبع نقل الغاز أو البنى التحتية تبع نقل الكهرباء، حرام واحد ما يستعمل، يعني هيدا البيئة تبع الاقتصاد أنه يستعمل البنى التحتية الموجودة. فكيف إذا كان كلفة تشغيلها وكلفة إمدادها وكلفة الغاز نفسه أرخص ما يكون مقارنة بكلف الفيول اللي نحن بدنا نتكبدها إذا عم نروح على الفيول التقليدي، وأيضا مقارنة بسعر الغاز العالمي اللي هو هلأ عم بيصدروه من مصر لأوروبا أضعاف اللي نحن رح يكون متوجب علينا. فلذلك نحن مصلحتنا القصوى هي بأسرع وقت ممكن نأمن تمويل مشروع الغاز ومنعول عليه بعدنا. والحل نحن بتعرف الحل بالنسبة للفيول الكونفنسيونال أو التقليدي هو حل طوارئ، منه الحل المستدام،
احنا هيدا ما بدنا اياه كحل مستنير، بدنا اياه كحل طوارئ، نعطي الناس كهرباء ارخص من المولدات الخاصة، افضل للبيئة، ولكن منو الحل الافضل؟ الحل الافضل يبقى الغاز الطبيعي، ومعه رح يكون بالمستقبل، ونحن اشتغلنا كثير بهذا الموضوع، موضوع الطاقة المتجددة، يعني السولر، لانه نحن عملنا قانون للطاقة المتجددة، صار لهم اشهر هلا بمجلس النواب، ان شاء الله بيخلصوه لحتى نقدر العالم تستفيد منه، وبيحرر هيدا سوق انتاج الطاقة المتجددة. وثاني شيء هو الرخص اللي عطيناها، ال 11 رخصة اللي بدهم يشغلوا يبنوا ويشغلوا محطات سولر، بس ناطرين منهم نحن ناطرين انه يجيبوا التمويل لحتى يشتغلوا وينفذوا. فنحن يعني عم نعمل كل دورنا بعتقد وزياده بالنسبه لانه ناخذ لبنان من مرحله يعني الطوارئ لمرحله مستدامه، من مرحله الفيول الملوث لمرحله الفيول المستدام، الافضل اقتصاديا والافضل بيئيا. هلا ما يمكن كل الجهود هاي ما بتكفي ولازم نعمل اكثر، بس هذا اللي عم نسعى له ليلا ونهارا.